عمرو وياسمين اتنين مخطوبين، نفسهم يجهزوا بيتهم بأرقى الموبيليا بسعر مناسب ومش عارفين. أصلهم سألوا في كل المعارض، من الأسعار بقوا مذهولين. وفي يوم الحظ ضحك لهم وشافوا أعلاننا وانبهروا من أذواق موبيلياتنا، وقالوا إنهم دوروا في السوق كله ملقوش زي أسعارنا. جهزوا من عندنا أرقى الموبيليا وبسعر مناسب زي ما كانوا عايزين. ألف مبروك للعروسين. وانتوا كمان لو حابين تجهزوا بيتكم بأرقى الموبيليا وبسعر مميز جدا، اتشرف بانضمامكم للجروب.